في مدينة البصرة بجنوب العراق خطف عارض أزياء الأضواء بعرض فريد من نوعه، إذ اتجهوا في عالم الموضة إلى الملابس المستعملة بهدف مواكبة كل ما هو جديد وصديق للبيئة. عرض الأزياء المستعملة هو مبادرة تطوعية ينظمها شبان عراقيون يرغبون في زيادة الوعي بأهمية استخدام الملابس المستعملة لتقليل البصمة الكربونية لصناعة الأزياء المسؤولة عن نحو 10% من انبعاثات الكربون العالمية سنوياً بحسب أرقام البنك الدولي. الفكرة من العرض هو دعم قضية البيئة ومفهوم البيئة العالمي. ما يحدث في العراق هو ما يحدث في العالم ويتأثر به، لذلك اليوم احنا سوينا عرض أزياء للملابس المستخدمة أو ما تسمى باللغة الإنجليزية اللي هي Second Hand Clothes، الملابس اللي الاستخدام الثاني، من أجل تشجيع الناس على استخدام الملابس المستخدمة وإعادة التدوير. قضية إعادة التدوير موضوع جدا جدا مهم بالعالم. اليوم المعامل تنتج مئات الأطنان من الملابس الجديدة بشكل سنوي، وهذا بالتأكيد يؤثر على البيئة من خلال خلينا نقول حرق المواد، الوقود، استهلاك الماء للصناعة. وأقيم عرض الأزياء الخاص بالملابس المستعملة في موقع أثري يعود للدولة العباسية في مدينة البصرة بهدف جذب الأنظار إليه لمعرفة تاريخه العريق. اختارينا هذا المكان أو الموقع الأثري لعرض الأزياء لهدف. الهدف هو اليوم عندنا كثير بالعراق مواقع أثرية منسية أو متروكة أو حتى الناس ما سمع بيها، مثل هذا المكان كثير ناس قالوا أن هذا المكان أول مرة نشوفه. بالتالي إحنا دمجنا ما بين عرض الأزياء واللي هي داعمة للبيئة، أيضا دعم المواقع الأثرية وخلينا نقول إعلانها للعالم. حرص على حضور العرض مجموعة شباب من الجنسين وأكدوا دعمهم للحملة. لذلك رسالتنا أنه نقول للناس تعالوا يا بستخدموا السكند هاند، تستخدموا ملابس البابا، لان احنا من زمان نستخدم البابا، بس غيرنا يشوف البابا اوكي هذا الشيء اوكي انا ما البس هاي ملابس شنو البس هاي، بس لا لازم يتعلمون انه يتقبلون كل انواع الملابس ويعرفون انه هاي الغايه من عندها انه الحفاظ على البيئه. انا فرحانه كلش بهالعرض اللي صار بالعراق لاول مره، ونتمنى انه يكون بكثره بهيك وقت، لان احنا كشباب ندعم هيك شيء. فانا شخصيا يعني اشتري صار لي سنوات من هالملابس اللي هي تعتبر نظيفة جدا، البالة فهي يعني تحافظ على فلوسنا اقتصاديا وتحافظ على البيئة، فاحنا فرحانين بهالشيء. جدير بالذكر أن العراق مصنف خامسا بين أكثر الدول هشاشة في العالم تجاه التغيرات المناخية بحسب تقرير أصدرته العام الماضي المنظمة الدولية للهجرة.